يعني عمرك 5. بسم الله الرحمن الرحيم. يسعدني ويشرفني باسم الجامعة الدولية الإلكترونية التي يرأسها الأستاذ الدكتور محفوظ سلام أن أقدم درع الدكتورة الفخرية للأستاذ القدير الغالي على قلوبنا، الأستاذ الذي يعمل ليلا ونهار من أجل أمانة العاصمة ويعمل كالمكوك دون توقف، ليس في هذا المجال فقط وإنما في عدة مجالات إنسانية خيرية عرفناه منذ بداية عمله، كان أكثرهم عملا وأكثرهم جدية، وكذلك كان اختياره لأن يحصل على شهادة الدكتوراه الفخرية من الجامعة الدولية الإلكترونية نتيجة لأعماله الطيبة في خدمة المواطن في أمانة العاصمة وخدمة الوطن في شكل عام. وستكون بإذن الله الدكتورة الفخرية ستكون في سنحصل عليها في أقرب وقت ممكن من أجل تسليمها له، كون الشهادة ما زالت تعمد في وزارة الخارجية المصرية. شكرا جزيلا. ألف ألف شكرا لك دكتور.